احتفاء باليوم العالمي للجبل المصادف للحادي عشر ديسمبر من كل سنة، قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بزيارة لولاية تيسمسيلت، تفقد من خلالها الحظيرة الوطنية لإثنية الحد وبرج بنعامة، مؤكدا من هذا المنبر على أهمية المساحات الغابية والجبلية كرهان حقيقي ليس فقط بالنسبة لقطاع الفلاحة وإنما للسياحة أيضا، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. احنا نبوز لو بروبليم دون لابسولي، عندك زوج مراجات طاوي الماء والمنطقه الجبليه اللي فيها الماء بحريه و اي اون ايريك كو 7000 هكتار سي بوز سما نقول لك في لي وحده اخرى سينو خلي خاطر زاد 15000 متر كاري سي با 145000 هكتار سي با 145000 هكتار 55000 هكتار ديريكي بغيت نقول لك القمح هذا هذيك 1500 برك إيريغي سا دوني غلوبالمون 35 هكتار سا دوني سير كي اغمونتي لا كونتيتي دو لا برودكسيون اون ايت اريفي 900. وزير الفلاحة تحدث بلغة الأرقام عن الجهود التي بذلتها الدولة من أجل إعادة بعض الفلاحة الجبلية والغابية. لا فوري يقدروا الناس من تيارت، يقدروا الناس من الخميس، يقدروا الناس من اليانا، يجيبوا العائلة تاوحهم. اي لا لوا نو بيرمي نو دون سيت اوبورتونيتي سيت بوسيبيليتي دي فوري كرياتيف نحافظوا عليها باش غدوه ما تنحرقش باسكو تكون تشغل ولاد البلاد. سا بو كري دو لومبلوا 10 15 20 30. اون اوفر ان اسباس دو لوازير اي دو ريكرياسيون او بوبولاسيون. Ça évite que les forêts هادو soient dégradées au quotidien. Parce que le غابة شكون يقدر يقدر يحافظ عليها؟ ما يقدر حتى واحد يحافظ عليها. واللي عنده كاميو باش يرمي حاجة يرميها في الغابة. On a cette possibilité. On a cette possibilité. Et puis il faut aller dans la concurrence avec d'autres villages qui le font. Quel ندير أنا الغابة المخيرة؟ الزيارة التي قادت الوزير بوعزقي إلى تيسمسيلت سمحت له بمعاينة العديد من المشاريع التنموية للمناطق الريفية بكل من بقايد والأزهرية، كما وقف على أشغال حفر البئر الارتوائية لبلدية سيدي سليمان، مؤكدا على ضرورية تقديم كل الإمكانيات لهذا المشروع خدمة للسياحة الحموية بالمنطقة. هذا وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على ربط 465 مسكنا بشبكة الغاز الطبيعي ببلدية بقايد. مرحبا أصر تسمع بلي كاين غاز المدينة قالك نصر باش نفتحو دونك لازم تقدموا لها بالشكر على هذا المبالغ. نقولوا له شكرا وشكرا وشكرا. شكرا الدولة تاعنا. شوف ما تقدمليش الشكر. دولة. دولة. فخامس رئيس الجمهورية. كما أشرف الوزير بوعزقي على تسليم شهادات تعويض لحوالي 20 فلاحا من المتضررين من حرائق الغابات.